السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بسكان عمارة الحاج رمضان. حبايب قلبي، امبارح رحت صليت التراويح في جامع الأزهر. بجد لو ما رحتوش صليتوا التراويح مرة في الأزهر فايتكوا كتير، أجواء رمضانية حاجة عظمة. النهاردة شقة 12 في عمارتنا رقم 9 عمارة الحاج رمضان، بينا طيران على الهاشتاج بتاعنا على تويتر، والهاشتاج هو عمارة الحاج رمضان شقة 12، وقولولي صليتوا التراويح امبارح في البيت او في مسجد ايه، عرفوني واقترحوا علي اسامي مساجد كده لصلاة التراويح. وكمان البوست بتاعنا على فيسبوك صفحتنا هي الراديو 9090، اكتبولي برضو اسامي مساجد حلوة بترشحوها لبعض وانا معاكم لصلاة التراويح والتهجد. كمان عارفين اكتر حاجة بتعلمها منكم بجد يا سكان عمارة الحاج رمضان وكل المستمعين الكرام، اني بحاول اكون زيكم واكون من اصحاب النية الطيبة، من اصحاب القلب السليم اللي بيتمنوا الخير للكل كده من غير شرط ولا اي قيد. الحقيقة خير كده طالع منكم على طول، انتم قدوة. انتم عارفين ان سعادة الناس التانية مش هتنقص حاجة من سعادتكم، فكله عارف ان الرزق ده مكتوب من عند رب العباد. العهد اليومي بتاعنا عهد سكان عمارة الحاج رمضان، وبدأت الناس كلها تشارك، وانا شايف ما شاء الله ناس بتعمل حاجات كتيرة جدا. فكرة مائدة الرحمن احنا هنعملها بس مصغرة شوية على قدنا، الطبق الزيادة، كوباية الرز اللي هتزيد شوية واحنا بنعمل الفطار، الاكل الخضار اللي هيزيد شوية واحنا بنعمل الفطار، الطبق اللي هيتظبط وينزل قبل الفطار نوزعه، نشوف حد محتاج نديهوله. الظروف واللخبطة والأسعار وكل حاجة على الكل وعليك وعليا، ما بالك إنها على ناس تانية الموضوع أصعب بكتير جدا. النهاردة كل واحد فينا يجهز من طبق الفطار بتاعه، من أطباق الفطار طبق يفطر بيه حد وما يخليهوش لبعد الفطار ويقول هوديهوله ويتسحر بيه. أحلى حاجة في سكان عمارة الحاج رمضان تمني الخير للغير. يا رب يكون دايما كلامنا طيب، في امل في بكره. والسنه دي عمارتنا هتكون منوره مع ايكولايت، وعندنا كمان مسابقه وجايزه مقدمه من ايكولايت لسكان عماره الحاج رمضان. كل يوم مدفع ايكولايت هيضرب في حلقتنا من العماره وهيضرب جوه شقتنا. ركز وعد المدفع هيضرب كام مره، ركز كويس جدا. وبعد ما تعرف العدد ادخل فورا على البوست بتاع حلقتنا النهاردة على صفحة الراديو 9090 واعمل شير للبوست ولايك للبوست واكتب عدد مرات المدفع اللي ضربهم النهاردة. وكل اخر اسبوع اكتر حد هيشارك معانا هيكون ليه جايزة مقدمة من منتجات ايكولايت. اما اللي هيجاوب على 30 سؤال طول رمضان هيكون ليه الجايزة الكبيرة المقدمة في اخر الشهر من ايكولايت. يبقى هنسمع الحلقة كويس، هنشوف المدفع ضرب كم مرة، هندخل على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك نعمل شير ولايك للبوست ونكتب مدفع ايكولايت ضرب كم مرة. وخلينا اقولك انك لما بتشتري منتج من منتجات ايكولايت، اي منتج من منتجاتهم في شهر رمضان، انت بتساهم في افطار اسرة، لان جزء من مبيعات ايكولايت في شهر رمضان بيذهب لافطار الاسر المستحقة. هتيجوا على طول بقى ندخل شقتنا. شقة 12 ساكن فيها أستاذ علي ومدام أميرة زوجته وأولادهم، وأحلى حاجة فيهم إن العمارة كلها بتقول عنهم إن هم وش الخير، واللي دايماً بيدلوهم على أبواب يعملوا منها خير كتير. في جروب واتساب معمول لسكان عمارة الحاج رمضان رقم 9، حد يقوم كاتب عندي باب خير جديد، وتلاقيهم كلهم عمالين يشتركوا. يعني أنشأ الجروب ده هم وش الخير أستاذ علي ومدام أميرة. لما قابلت أستاذ علي عرفت منه إن موضوع الجروب اللي مجمع فيه سكان العمارة ده، بقول يعني ده بتاع اتحاد الملاك؟ قال لي لا لا لا، اتحاد الملاك والشكاوى من المية والنظافة والسلم ده حاجة تانية بتاع الخناقات. لكن كل ما بلاقي حالة موثوق فيها محتاجة مساعدة وتحرى الدقة فيها جدا، أقوم باعت على الجروب وأقول يا جماعة أهو والورق بتاع الحالة أهو، ويلا كلنا نتكاتف مع بعض ونجبر بخاطر الحالة. مفيش مرة يا يونس بعت فيها أي قصة أو حالة على الجروب إلا لما ربنا يجبر بخاطر الحالة دي ولاقي الكل بيشارك ويوفر ليها اللي محتاجاه وأكتر كمان. سيدنا النبي صلوا عليه، يلا اللهم صلي على سيدنا محمد.
في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. سيدك النبي قال لنا إيه؟ إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وده دعائنا اللي هيبقى ذكرنا النهاردة. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، واجعل أبواب الخير تفتح على أيدينا. ربنا يجعلكم يا رب سبب للخير، وفك كرب كل الناس المحتاجة يا رب. في كمان حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا في إيه؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله. سبت الشقة اللي كلها خير وتحس ان فيها نور كده من كتر السعادة والخير والجدعانة اللي فيها، وطيران نازل على السلم أجري علشان ما تأخرش على ست أنجل المنظرة المدرسة الجميلة اللي على المعاش واللي بتجمع كل أطفال عمارة الحج رمضان، وبتقعد كده يغنوا أغاني رمضان، يتعلموا حاجة عن الشخصيات المصرية الملهمة الجميلة. واللي عجبني إنها بتشرحها بأسلوب مبسط جدا جدا يناسب الأطفال. قد إيه هي مربية جميلة. اسمعوا معايا كده، أنا هقف في الجنينة وانتوا معايا ونشوفها بتقول لهم إيه بقى. حضرتك الطيبة يا تيتا. أهلا أهلا، منوريني وحشتوني. تعالوا بقى أحكي لكم عن حاجة حلوة قوي النهاردة. كل واحد فيكم طبعا بياخد مصروفه. هحكي لكم النهاردة عن أول فنان مصري وعربي بيصمم شكل الفلوس. اسمه الفنان عباس الشيخ. سافر ألمانيا وتعلم هناك، ورجع مصر ونفذ أحسن من اللي تعلمه هناك كمان. وكان دايماً بيقول أنا لازم أفيد بلدي، عشان كده أنا نفسي أنتوا كمان تفيدوا بلدكم، ولو سافرتوا دايماً تبقوا فاكرين مصر وتبقى في بالكم، وبعد كده لما تاخدوا المصروف تفتكروا إن اللي صمم الفلوس هو كان بطل حلقتنا النهاردة، عباس الشيخ. كل سنة وحضرتك الطيبة يا أحلى تيتا. تحيا مصر. سلام تليم. هنيجي بكرة في نفس الميعاد. يلا توتي عشان نطلع عند مامي فوق. كل واحد فينا يا سكان عمارتنا الجميلة ممكن يكون دال على الخير ويساعد فيه بطريقته الخاصة. دمتم بألف ألف ألف خير يا سكان عمارة الخير. رمضان شهر الخير، شهر الجدعنة، وإحنا في الأيام الأولى من الشهر الكريم. خلينا أقول لك وأقول لنفسي على حاجة من الحاجات اللي الطوارئ بتحتاجها باستمرار، هنسميها مستلزمات استمرار التشغيل، واللي الطوارئ بتستخدمها وبتستخدم منها كميات كبيرة جدا وبتكون أكبر من استخدام أي مستشفى تانية، وده طبعا بسبب الأعداد الكبيرة اللي بتدخل كل يوم للطوارئ. ربنا يحفظكم ويعافيكم يا رب. وبدعمكم مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ بتوفر المستلزمات دي للطوارئ، وبتكون تكلفتها كبيرة جدا، ولكن لينا احنا بتكون بالمجان. ايوة، لما بندخل الطوارئ ده بيكون في طوارئ القصر العيني بالمجان. تعالوا نكمل الخير ونساهم في مشروع الخير ده علشان ندعم اهلنا. رقم مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ، الرقم الحساب بتاعها هو 190-190 في فروع بنك مصر، الأهلي، التجاري الدولي، العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، وكمان تدخل على إنستا باي وتختار تبرعات أو دونيشنز وتشارك، وممكن من خلال فوري، الكود هو 9137. ممكن كمان الأهلي ممكن بساطة وأوباي. قبل ما أمشي الدعاء بتاعنا إيه؟ اللهم اجعل الخير يفتح على أيدينا، واجعل أبواب الخير تفتح على أيدينا، واجعلنا مفاتيح للخير. نتقابل بكرة شقة جديدة في عمارتنا العظيمة الجميلة، عمارة الحج رمضان. يا ترى في حلقتنا النهاردة عرفت المدفع ضرب كم مرة؟ طيران على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك، واكتب لنا مدفع إيكولايت ضرب، واكتب عدد المرات، وكل أسبوع في فايز معنا، وكل آخر أسبوع أكتر حد هيشارك معانا هيكون ليه جايزة مقدمة من منتجات إيكولايت. أما اللي هيجاوب على 30 سؤال طول رمضان هيكون ليه الجايزة الكبيرة المقدمة في آخر الشهر من إيكولايت.